رقم 23، جاي بيقول عند ابتلاع الخلايا بالأعمال الكبيرة البكتيرية أي مما يحدث أولا؟ عند ابتلاع الخلية البلعمية الكبيرة للبكتيريا أي مما يحدث أولا؟ تنشيط التهاب المساعدة. ماشي، طيب احنا لو رجعنا مع بعض للصورة شبه هنلاقي عندنا إن أول حاجة بتحصل إيه؟ إذا الخلية البلعمية عندنا هضمت الميكروب، وبعد ما هضمته تبدأ تعرض جزيئات منه زي ما أنا قلتها قبل كده، بتعرض جزء من المرحوم. تمام، تثبت ان هي هضمت ميكروب وبتستدعي الخلايا التقيل المساعده، طبعا بيكون في العقد الليمفاويه، فبالتالي تبدا عندنا خلايا التقيل المساعده تتعرف على الانتيجين بحاجه اسمها التعرف المزدوج، بس مش مذكوره في المنهج المصري. تم التعرف عليه وارتبطت بيه، ففي الحاله دي بتحدد اي من المناعتين هتشتغل، هل تشتغل خلويه ولا افرازيه. طيب هو جاي هنا بيقول لي هل تنشط التقيل المساعده، هو عايز اولا عند ابتلاء الخلايا البلعميه الكبيره للبكتيريا اي مما يحدث اولا. تمام، طيب تنشيط خلايا التقيل المساعدة، عمل خلايا الذاكرة، عرض الأنتيجين على سطح خلايا بلعمية كبيرة، تنشيط الخلايا البائية. طبعا احنا لو جينا بالخطوات يبقى احنا عندنا عرض الأنتيجين اللي بعد الايه الابتلاع، عرض الأنتيجين بعد الابتلاع. تمام كده، خدته وعرضته، وبعد ما تعرضه تيجي التقيل المساعدة ترتبط بيه، وبعد كده اللي تنشط لي بقى عندنا الخلايا البائية. تمام، طب الخلايا الذاكرة، الخلايا الذاكرة يا شباب مش محتاجة ابتلاع، الخلايا الذاكرة عندنا لها القدرة على التعرف مباشرة، لها القدرة على التعرف مباشرة على الأنتيجين، ماشي، بترتبط بيه بشكل مباشر، فبالتالي لها القدرة على التعرف عليه. يعني بمعنى، تعالى كده نجيب لك الصورة، أنا دلوقتي الخلايا الذاكرة دي أصبح عليها من بره أجسام مضادة لنفس النوع ده، فقادرة على الارتباط، بس كميتها في الدم بتكون محدودة، مش بنفس كمية الأجسام المضادة اللي اتصنعت وقت وجود الميكروب، لا اتصنعت عندي كمية منها، تمام، كم مليون كده مثلا تقريبا في قلب الدم، بيفضلوا معانا سنوات قاعدين يلفوا في قلب الجسم طول اليوم بيبحثوا عن اي جسم غريب يرتبط بيه، مجرد ما واحده منهم ترتبط تدي تحذير ان هي وجدت الميكروب اللي تم التعرف عليه قبل سنه، قبل 10، قبل 20 سنه، فبالتالي بتنشط بسرعه وتكون خلايا بلازميه تصنع اجسام مضاده خاصه للميكروب اللي هي اتعرفت عليه. طيب بالنسبه للتقيل الذاكره نفس الفكره، في عليها مستقبل تائي، المستقبل التائي اللي موجود ده للقدره على الارتباط بالخلايا، يعني مباشره مجرد ما يشوف نفس الخليه ان شاء الله بعد 20 30 سنه بعد عمر طويل على طول ترتبط بها مباشره وتتعامل معاها بشكل سريع. تمام كده يا شباب، دي الفكره كلها من خلايا الذاكره، ان هي لها القدره على التعرف المباشر، مش هنستنى بقى المراحل لسه اللي في الاول دي اللي بتقعد معانا ممكن من 5 ايام ل 10 ايام كاول تعرف، لا احنا دلوقتي كوننا الذاكره اللي هتاخد معانا فتره زمنيه قصيره حتى تقوم بالقضاء على الميكروب قبل ظهور الاعراض. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبة لرقم 23، جاي بيقول لي حدوث خلل في بروتين المستقبل CD4، طبعا عندنا CD4 اللي هو موجود عندنا على سطح الخلايا التقيلة المساعدة، تمام، CD4 حتى بيسموها T4، يعني لها مصطلح تاني T4، الخلايا التقيلة القاتلة بيسموها CD8، تمام، بروتين موجود على سطح اسمه CD8 فبيسموها حتى كمان T8، يعني لها مصطلحين. تمام، ده طبعا مش واضح عندنا في قلب المنهج، لكن نجيبها لكم على السريع كده للناس اللي بتحب تطلع يعني معلومات زياده. ادي عندنا خلايا التقيل المساعده اللي اسمها تي اتش تي هيلب، موجود عندنا رمزها تي 4، وعلى سطحها بروتينات اسمها سي دي 4، بروتينات متخصصه على السطح. طيب بالنسبه للتقيل القاتله عندنا بنسميها تي 8 لان في بروتين على سطحها اسمه سي دي 8. تمام، طيب ده بالنسبه عندنا للاسماء والمصطلحات بتاعتها. جاي بيقول لي حدوث خلل في بروتين مستقبل سي دي 8 على خلايا التقيل المساعده يفقدها القدره على هشوف هي وظيفتها ايه وايه اللي فقدته. تمام، طيب تدمير الخلايا البكتيريا، تدمير خلايا البكتيريا، الخلايا التقيل المساعده بتقتل خلايا البكتيريا؟ لا. تمام، الارتباط ببروتين التوافق النسيجي، بروتين التوافق النسيجي عندنا يا شباب اللي هو التعرف المزدوج اللي هو الجزء الاصفر اللي موجود عندي هنا ده. تمام، اكبره لكم، ده بروتين التوافق النسيجي. الخلايا التقيل المساعده لو حصل خلل هنا يبقى في الحاله دي لن تستطيع التعرف هنا، مش هتقدر تعمل التعرف المزدوج، فبالتالي لن ترتبط، فبالتالي لن تحفز الجهاز المناعي بتاعي سواء خلوي او افرازي. تمام، فبالتالي لو حدث خلل فيه يبقى لن تستطيع الارتباط. طب نشوف كده تنشيط الخلايا القاتله الطبيعيه، لا مش دعوه، القاتله الطبيعيه شغاله مع نفسها من غير تنشيط من المساعده. افراز الانترفيرينات، تمام، لا الانترفيرينات دي بتفرز الخلايا المصابه وليس الخلايا التقيل المساعده. طيب انما السيتوكينات هي اللي بتفرز الخلايا التقيل المساعده. تمام، يعني لو كان قال السيتوكينات كنت ممكن اقول برضه ان هي ممكن قد تؤثر فيها. تمام، بس هو ركز هنا على البروتين المستقبل، على المستقبل اللي موجود عليها الخليه نفسها. في صوره هنا ليها اجيبها لكم، ادي عندنا شويه، ده شكل الخلايا التائيه، وادي البروتين المستقبل اللي هو بيسموه مستقبل الخلايا التائيه او TCR، تمام، تي سي ريسبتور،
وعندنا الخلايا البلعمية، عندنا ده اللي هو بروتين التوافق النسيجي اللي هنا بنسميه هالة، في منه نوعين، هالة واحد وهالة اتنين، تمام، أو كلاس وان وكلاس تو، ده الأشكال بتاعتهم مش موجودة في منها حاجة. طيب جاي بيقول لي عندنا بالنسبة لرقم 24، جاي بيقول لي استخدم شكلة الإجابة، تمام، أدى الشخلية واحد، ده عندنا اللي هي أجسام مضادة من الخارج، بعد كده زادت في العدد يعني حصل انقسامات ميتوزية، العدد بتاعها هنا انفصلت عندنا وإدتنا أجسام مضادة حرة تقدر تتحرك في السيتوبلازم عشان تبحث عن الأجسام الغريبة أو الأنتيجين الخاص بيها، وبالتالي ترتبط بيه تحيده عن أداء وظيفته لحد ما تيجي خلية بلعمية تلتهمه. طيب هو جاي بيقول لي العبارات الآتية صحيحة، العملية 3 تحدث في الغدة الثيموسية، 3 تحدث في الغدة الثيموسية، لأ ماشي، لو احنا بنقول ان هو تمايز مثلا لخلايا بس ديت خلايا بائية عشان على أجسام مضادة، لأ ملهاش دعوة خالص بالغدة الثيموسية، لو احنا كانت تائية ماشي. العملية 3 تحدث في نخاع العظام، عملية 3 تحدث في نخاع العظام، لأ تمام. العملية 3 تحدث في العقد الليمفاوية، في العقد الليمفاوية عندنا ان هي بتنشط، ايوه، لان احنا عندنا التعرف المزدوج ده يا شباب بيكون في قلب العقدة الليمفاوية، خلايا التقية المساعدة بتكون في العقدة، والخلايا البلعمية بتتحرك لحد ما توصل هناك لأقرب عقدة، وهناك بيتم التعرف، ومن هناك بيتم تنشيط المناعتين دي أو دي، فبالتالي عندنا يبقى في أقرب عقدة ده الصح بتاعها. العملية تحدث ب3 تحدث بمساعدة الخلايا التقية الكابحة، لأ الكابحة بتقلل من العملية 3، تمام، يعني عندنا التقية 3 دي مش الكابحة توقفها، تقلل منها مش تنشطها. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 25، تعمل الخلايا الليمفاوية الباقية عادة ضد، الخلايا الليمفاوية الباقية تعمل ضد. طيب تعالوا كده نشوف الخيارات اللي موجودة معانا، الفيروسات التي بدأت فعليا في التكاثر، البكتيريا التي تتكاثر داخل خلايا الجسم، الخلايا السرطانية، البكتيريا والفيروسات التي تتواجد خارج خلايا وتنتشر في سوائل الجسم. طيب واحدة واحدة كده يا شباب، الخلايا الليمفاوية الباقية هي مهمتها الأساسية عندنا إيه؟ اللي بتصنع الجسيمات الأجسام المضادة عندنا اللي هي حرف الواي، حلو. طيب هل بتهاجم الفيروسات التي بدأت تتكاثر فعليا؟ أيوه هي فعلا لها القدرة على محاربة الفيروسات، لكن الفيروس دلوقتي بيتكاثر، يعني بيتكاثر فين؟ بيتكاثر داخل الخلية، هل الجسم المضاد له قدرة على اختراق الخلية؟ لا ملوش قدرة، فبالتالي لو في فيروسات بتتصنع عند داخل الخلية ملهاش علاقة بيها خالص ولا تقدر تتعرف عليها، ما هيش شايفاها، غشاء الخلية محيط بيها فبالتالي ما تقدرش تشوفها. البكتيريا اللي بتتكاثر داخل الخلية برضه نفس الفكرة، ما زلنا جوه الخلية. الخلية السرطانية برضه بنتكلم عن ان في غشاء يعيق وصول الجسم المضاد للمركبات، لان الجسم المضاد بيرتبط مع مركبات كيميائيه او بيرتبط مع خلايا عليها حاتمات او انتيجينات على السطح الخارجي بتاعها، تمام، فبالتالي غشاء الخليه غشاء طبيعي جوه الخليه، فبالتالي لا يمكن التعرف عليه الا لو في خلل في المناعه الذاتيه زي ما احنا عرفنا ان هو بيدمر بعض الخلايا في قلب الجسم. طيب البكتيريا والفيروسات اللي تتواجد خارج الخلايا، يبقى احنا كده طلعنا بره الخليه، يبقى كده فيها امكانيه للجسم المضاد للارتباط. طيب نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 26، ايه من الاشكال البيانيه التاليه عبر عن الاستجابه المناعيه الاوليه والاستجابه المناعيه الثانويه؟ شفناها مع بعض قبل كده يا شباب، يعني تعرضنا لنفس الرسمه ديت شفناها مع بعض في قلب الكتاب. شفنا مع بعض ان التعرض الاول كميه الاجسام المضاده بتكون عندنا اقل، لكن في التعرض الثاني بكميه كميه الاجسام المضاده بتصنع عندي اكثر وفتره زمنيه اقصر، فبالتالي الرسم بتاعنا يمشي ده الصح. طب واحد هيجي يقول لي ليه يا استاذ هنا ما اخترناش الباقيين؟ تعالى كده، معناه ان التعرض الاول اجسام مضاده كبيره لكن التعرض الثاني اجسام مضاده قليله، ده لو انا عنده مرض ايدز، يعني الرسمة دي ممكن نقول إن شخص مثلا عنده مرض إيدز فكان التعرض الأولاني أقوى من التعرض التاني، كده مناعته أصبح فيها مشكلة، تمام. طيب نيجي عندنا مثلا هنا لشكل جيم، جاي بيقول إن التعرض الأولاني فضل الأجسام المضادة في جسمه ثابتة وجاله التعرض التاني زاد التاني، هل الأجسام المضادة هتفضل في جسمنا بشكل مستمر؟ لا، تمت مهمتها على أكمل وجه، بيتم التهامها وابتلاعها أو تدميرها أو تحطيمها خلاص، طالما الميكروب عندي انخفض في قلب الجسم، يعني بمرور الوقت كل ما الميكروبات في جسمك تقل كل ما الأجسام المضادة يقل في تصنيعها، تمام، التحفيز اللي كان بيتم من خلال البلازميه الباقيه البلازميه عشان تصنع اجسام مضاده لا خلاص بيبدا ينخفض معايا بمرور الوقت، فبالتالي خلاص الكميه بتبدا تقل لحد ما تختفي. وشفنا مع بعض قبل كده صوره الخلايا البلعميه لما كانت بتهضم الاجسام المضاده، تمام، في لحظه انتهاء المهمه اهي، ادي عندنا اهي الاجسام المضاده ارتبطت بالانتيجين، الخلايا البلعميه عندنا تعرفت على الاجسام المضاده الملتحمه بانتيجينات او بحاتمات او بجسم غريب، فمباشره بتروح عليهم وتبتلع الاثنين وتهضم الاثنين، يعني الاجسام المضاده كده كميتها هتنخفض بمرور الوقت، كل ما الاجسام المضاده تمسك حاجه هتنخفض كميتها، تمام، لحد ما الانتيجينات او الاجسام الغريبه تنخفض معايا بمرور الوقت، يبقى في الحاله دي هتنتهي المهمه. طب هنا جاي بيقول التعرض الاول زاد معايا الاجسام المضاده لحد ما وصلت لتركيز معين، والتعرض الثاني جاب نفس التركيز، فبالتالي الثلاثه ما ينفعوش، يبقى احنا عرفنا ده، بس ممكن يجي لنا في فكره ثانيه اللي هي بتاعت الايدز. طيب نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 27،
يستخدم شكل تل الإجابة عن السؤال. طيب بعد عندنا خلية أولى وخلية تانية، لمفاوية لمفاوية ماشي، ودي عندنا بروتين توافق النسيج موجود عليها، وده عندنا خلية بلعمية، وده مستقبل تمام، ده هنا عندنا أنتيجين، وده في هنا أنتيجين. الصورة دي شوية لسه موريها لكم الكتاب التاني تمام. طيب عرفنا مع بعض إن الخلايا التائية المساعدة لا يمكنها التعرف إلا بوجود الاتنين تمام. السؤال ده هتلاقيه جاي من الكتاب ده يا شباب، نجيب لكم الرسمة تاني. عندنا الخلايا التائية المساعدة ماشي، دي اللي موجودة معانا على مستقبل الخلايا التائية، وده بروتين التوافق النسيج اللي هو لونه أزرق اللي موجود، زوم عليها يا شباب عشان الناس اللي بتحب تركز. أدي عندنا أهو، هل للخلايا التائية المساعدة إن هي ترتبط بجزيء البيبتيد اللي هو من المرحوم اللي هو حتة من الأنتيجين؟ لأ، وإلا كانت اتعاملت بدون الخلايا البلعمية. هل لها القدرة إن هي ترتبط بجزيء العرض تمام أو بروتين التوافق النسيجي بشكل مباشر بدون بيبتيد؟ برضه لأ، لازم الاتنين يكونوا موجودين مع بعض. فلازم عندنا هنا سؤال بنركز عليه أوي حتى هنا في الاختبارات اللي بنقولها، لا يستطيع المستقبل التائي التعرف على أنتيجين قبل الذوبان أو أنتيجين موجود على سطح خلية غريبة. يعني مستقبل التائي اللي هي الخلايا التائية المساعدة ما تقدرش تروح تقابل أنتيجين سواء كان سائل قابل للذوبان يعني مادة سائلة تمام زي السموم، أو أنتيجين موجود على سطح خلية غريبة، أو حتى خلية غريبة يعني خلية غريبة ميكروب داخل جوه الجسم عبارة عن خلية، إن هي تروح تتعرف عليه بشكل مباشر. لازم واحدة تضيفه، مين؟ الخلايا البلعمية، تهضمه وتفتته وتحوله لبيبتيدات يعني جزيئات صغيرة من البروتين، ويبقى عندي في الحالة دي مرتبط بجزيء العرض اللي احنا بنسميه بروتين توافق النسيج عندنا في المنهج بتاعنا، وتعرضه. لما تعرضه بقى يبقى في الحاله دي الخلايا التائيه المساعده تروح على الجهاز كده تعمل معاه الحوار، ترتبط بيه، مين ده؟ انت قتلت ميكروب، قتلته، ده حته منه، ايوه ده حته منه، ده كان خليه، كان افراز، وبناء عليه الخلايا التائيه المساعده هي اللي تحدد يا ترى هل الافضل تعامل مع الانتيجين ده كخليه ولا كافراز، وبالتالي تنشط الجهاز المناعي الخلوي او الافراز. طيب ايه العبارات التاليه صحيحه؟ هنا طبعا مش باين عندنا الام اتش سي اللي هو بروتين توافق النسيج مش موجود عندي هنا تمام، فبالتالي دي مستحيل ترتبط، انما دي ترتبط عادي مفيش مشكله. طيب جاي بيقول تتعرف الخلايا التائيه المساعده في الشكل واحد ولا تتعرف في الشكل اتنين؟ هتتعرف في الشكل واحد ولا تتعرف في الشكل اتنين؟ رايكم ايه يا شباب؟ طبعا احنا لسه شرحنا بالتفصيل صح. طب نشوف اللي بعدها، تتعرف الخلايا التائيه المساعده في الشكل واحد وتتعرف في اتنين؟ لا، احنا هنا تتعرف عشان في تعرف مزدوج للاتنين مع بعض، انا قلت لكم هنا بيسموها التعرف المزدوج. التعرف المزدوج لازم نتعرف على الاتنين مع بعض تمام كده، ما ينفعش تعرف احادي هنا كده، هيبقى تعرف احادي بدون بروتين توافق نسيجي، فبالتالي بقى لا تصلح. لا تتعرف خلايا التائية المساعدة في واحد، لا هي تتعرف، لا تتعرف في واحد، لا تتعرف. نيجي مع بعض بالنسبة ل 28، نفس الفكرة تقريبا، لا الرسمتين زي بعض، بروتين توافق نسيجي، بروتين توافق نسيجي، انتيجين واحد، انتيجين اتنين، خلية تائية، خلية تائية، المستقبل بتاعها بتاع الاتنين، رسمتين الاتنين يحصل فيهم. طيب جاي بيقول لي هنا ايه اللي عايزه بقى في السؤال يا شباب؟ تحدث استجابه وسط الخلايا التائيه في الشكل واحد ولا تحدث في اتنين؟ لا الاتنين هيحصل ماشي، يعني هنا تحصل، ادي الانتيجين وده الانتيجين وده عندنا المستقبل مفيش مشكله. تحدث الاستجابه بواسطه الخلايا التائيه المساعده في الشكل واحد ولا تحدث في اتنين؟ ماشي، تحدث استجابه وسط الخلايا التائيه في واحد وتحدث استجابه في خلايا التائيه اتنين، عندنا هنا تحدث، هنا انتيجين، هنا انتيجين، مفيش مشكله تحدث. لا تحدث استجابة وسط الخلايا التائية في الشكل واحد، ليه لا تحدث؟ مش لا إلا تحدث، ما تحدث استجابة في الشكل اتنين، عندنا تحدث. لا تحدث استجابة وسط الخلايا التائية في الشكل واحد، لا تحدث تمام كده. طيب احنا عندنا يحصل عندنا هنا ماشي خلاص، ده بالنسبة عندنا للجزء ده يا شباب. نيجي مع بعض بالنسبة رقم كام ده، 29، قلنا 27 في رقم هنا. استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤال تمام. جاي بيقول عندنا أدى خلية بائية، وده عندها الأجسام المضادة اللي موجودة على السطح تمام، وده عندنا تعرف المزدوج، وده الخلية البلعمية، وده بروتين التوافق النسيجي تمام. طب ايه واحد اللي طالع ده؟ بس دي تقية ايه؟ دي مش تقية، دي بلعمية، خلية بلعمية، ده بروتين التوافق النسيجي، وده البيبتيد، جزء البيبتيد تمام، ودي خلايا التائية المساعدة، وده المستقبل بتاعها تمام. أي جزء يرجع إليه الاستجابة النوعية للأنتيجينات للخلايا التائية؟ مين المسؤول عن الاستجابة النوعية اللي موجودة قدام مننا يا شباب؟ هل تلاتة ولا أربعة؟ ده إيه؟ الرسمة دي فيها مشكلة، يعني دي بلازمية ولا بلعمية؟ بس هنا أنا عندي كده جزيء العرض او بروتين التوافق النسيجي، وده جزيء البيبتيد، وده مستقبل التائي تمام.
الاستجابة النوعية للأنتيجينات لخلايا التقييم. مين اللي هيحدد الاستجابة النوعية للأنتيجينات؟ المستقبل سي دي فور، ده بروتين التوافق النسيجي، وده التعرف المزدوج. فقصده بقى على السي دي فور، مستقبل السي دي فور اللي هو البروتين اللي موجود على سطح الخلية، هو اللي هيحدد الاستجابة يعني. طيب فيبقى عندنا السي دي فور اللي هو موجود، فيبقى اللي هو 1. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 30، جايبه يستخدم بشكل تالي الإجابة عن السؤال: أي العبارات الآتية صحيحة؟ تمام، طبعا عندنا هنا حصل ثقب، تمام، ودي خلية، ده ايه، ده عندنا تعرف مزدوج موجود، وده السي دي فور خلية سين. جاي بيقول لي طالما في ثقب هنا يبقى ده خلية تقية قاتلة، بس مين اللي افرزها؟ عندنا الخلية سين. طيب جاي بيقول عندنا هي العبارات الاتية صحيحة: هذه الخطوة تحدث في المناعة الخلطية. لا، احنا هنا بنتكلم عن خلية، طالما عملنا ثقب يبقى خلوية. الخلية سين تفرز هيستامين، لا ملهاش علاقة. الخلية سين تفرز سموم تتفاعل معها، الأجسام المضادة، الخلية سين متخصصة. تمام، احنا عندنا مين يا شباب؟ خلية سين خلية متخصصة، صح. تمام، خلية سين خلية متخصصة، لأن كل تقية قاتلة لها خلايا خاصة تهاجمها. طيب الخلية سين تفرز سموم تتفاعل مع الأجسام المضادة، سين تتفاعل مع الأجسام المضادة، الأجسام المضادة مادة كيميائية، ماشي، فملهاش علاقة. الأجسام المضادة ده في جهاز مناعي، وسين السموم بتاعتها في الجهاز المناعي الخلوي، الأجسام المضادة في الجهاز الخلطي أو الإفرازي، فبالتالي مفيش عندي إلا سين إن هي متخصصة بس. دلتا تمشي معانا، إنما تفرز هيستامين، لا مهيش خلية بلعامية عشان تفرز هيستامين. طب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 31، يتشابه الهيستامين مع البورفرين في أنا كليهما وسائل مناعة فطرية؟ لا، وسائل مناعة مكتسبة لا. يؤثر على نفاذية نفس النوع من الخلايا؟ يؤثران على نفاذية أنواع مختلفة من الخلايا. تمام، طبعا عندنا هيأثروا على نفاذية أنواع مختلفة من الخلايا. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 32، لا يبقى إنتاج الأجسام المضادة مستمر عند التعرض لمولد ضد معين بسبب نشاط الخلايا. لا يبقى إنتاج الأجسام المضادة مستمرا عند التعرض لمولد. طيب يعني ليه الأجسام المضادة عندي ما تبقاش مستمرة بشكل مستمر؟ طبعا عندنا لأن احنا عرفنا إن بيتم هضمها من خلال الخلايا البلعمية، فبتقلل من إنتاجها. وغير كده الخلايا الكابحة بتأثر على معدل إنتاجها لما بيتم القضاء على الميكروب وتقليله، ففي الحالة دي بتنشط عند الخلايا الكابحة عشان تقلل من كميته. طبعا تقيس السم ملهاش دور، المساعدة ملهاش دور، القطرة الطبيعية برضه ملهاش دور. طيب نيجي عندنا بالنسبة لتلاتة وتلاتين، تناقص عدد الأجسام المضادة عند شفاء المريض بسبب نشاط. طبعا عندنا لسه قايلين الخلايا الكابحة هتقلل من نشاط الخلايا البلازمية في إنتاج الأجسام المضادة، فبالتالي هيقل الإنتاج بتاعها. نفس الإيه الإجابة بتاع السؤال اللي فوق. تمام، المساعدة والسمة والحمد لله. نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 34، جاي بيقول الخلايا التي تعمل كحلقة وصل بين المناعة الخلطية والمناعة الخلوية. طبعا عندنا الخلية تي اتش او تي هيلب، تمام، بس هنا الحروف فيها مشكلة، في التي سي القاتلة لا ما تصلح، يبقى احنا عندنا التي اتش هي اللي تصلح، بس مش عارف اللي بعدها تي سي باين. لا، نيجي مع بعض 35، الخلية التي تنشط اليتي المناعة الخلوية والخلطية. طبعا عندنا هي نفس التي اتش هي اللي بتنشط عندنا المناعتين يا شباب. تمام، فيبقى التقية المساعدة اللي هي تي اتش اللي بتحدد مين اللي هيشتغلها، الخلوي ولا الافراز. نيجي مع بعض 36، جايبوا لأي خلية تالية تنتمي لخط الدفاع الثاني والثالث. مين اللي في الخط الدفاع الثاني والثالث؟ السؤال ده كرر معانا قبل كده يا شباب. هنلاقي عندنا الخلايا القاتلة الطبيعية موجودة في كله، تمام، يعني ان كي موجودة معانا، والخلايا البلعامية الكبيرة والدوارة، مش الثابتة، الدوارة لأن هي قاعدة تلف في قلب الجسم عندنا عشان تدور على أي جسم غريب. انما الخلايا البائية كده كده والتقية ملهاش دور خالص في الخط الدفاع الثاني، لان استجابة للالتهاب والبلعمة. طيب 37، استخدم الشكل التالي للاجابة عن السؤال: انا عندنا خلية بلعمية، وده الانتجين او الميكروب تم هضمه. تمام، خلية سين هتنتج اجسام مضادة، يبقى خلية دي خلية بلازمية. طيب جاي بيقول لي عندنا ايه، بيقول لي اي العبارات الاتية صحيحة: الخلية سين متخصصة بينما الصاد غير متخصصة. صح، دي غير متخصصة ودي متخصصة عشان بتنتج أجسام مضادة خاصة بالأنتيجين نفسه. تمام، فبالتالي اللي تمشي معايا. طيب الخلية سين غير متخصصة؟ لا، سين متخصصة. الخلية سين وصاد متخصصة؟ لا، غير متخصصة. لا. 38، عند دخول أنتيجين معين في الدم تتعرف عليه كل أنواع الخلايا الباقية تهاجمه الخلايا التقية السامة، تتعرف عليه نوع من الخلايا الباقية
تهاجم الخلية الدقيقة الكابحة. تمام، طيب واحدة واحدة كده مع بعض يا شباب. فتعرف عليه كل انواع الخلايا البائية غلط، لان عندنا خلايا بائية متخصصة بيكون عليها اجسام مضادة، فبعضها اللي بيكون متوافق معاه في الارتباط فهو ده اللي بيرتبط، ما احنا قلنا عليه نظرية الكفل والمفتاح، فبالتالي لا تصلح الاولى. تهاجم الخلايا الدقيقة السامة، الدقيقة السامة عندنا مش كلها، في عندنا خلايا دقيقة سامة متخصصة برضه. ماشي، تتعرف عليه نوع معين، يبقى في نوع معين. ماشي، تهاجمه الكابحة، الكابحة ملهاش أي علاقة خالص بالأنتيجينات، هي لها علاقة بالخلية الدقيقة السامة والخلية البائية، إن هي بتقلل من نشاط الاتنين. 39، خلايا مناعية دورها في نهاية المرض عندما يتخلص الجسم من الجراثيم. تخلص الجسم من الجراثيم، طبعا لسه السؤال ده كرر معانا 2 مرتين قبل كده، اللي هو الخلية الدقيقة المثبطة أو الكابحة. طيب 40، خلايا لمفاوية يمكن التعرف على المواد الغريبة بشكلها الطبيعي وهي تسبح حرة الحركة. طبعا عندنا الأجسام المضادة هي اللي بتتحرك في قلب الدم، بس هو أنا بسأل عن خلايا. طيب مين من الخلايا اللي بتكون موجودة عندنا يا شباب تتعرف على المواد الغريبة، عن المواد الغريبة بشكلها الطبيعي تسبح حرة؟ هل التقية المساعدة ما بتتعرفش؟ ولسه قايل لكم إن هي ما فيش لها القدرة على التعرف على الأنتيجينات سواء سوائل أو خلايا. التقية الكابحة نفس الوضع، ما بتتعرفش على الأنتيجينات. البلعمية الكبيرة والبائية عندنا البائية لوجود الأجسام المضادة على سطحها هي اللي بتخليها تقدر تتعرف على المواد الغريبة. تمام، البلعمية برضو بتتعرف عندنا وبتكون موجودة في قلب الدم، لكن التخصص بتاعها بيكون أقل تخصص، إنها بالنسبة للبائية بيكون عندي متخصصة. تمام، ده بالنسبة للجزئية دي. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 41، جاي بيقول العبارات التالية الصحيحة بالنسبة للمناعة الخلوية. يشترك نوعين فقط من الخلايا الليمفاوية فيها، يشترك نوع واحد فقط من الخلايا الليمفاوية فيها، تشترك الأنواع 3 من الخلايا الليمفاوية فيها. تمام، المناعة الخلوية احنا عايزين مين؟ عايزين مين يا شباب؟ عندنا خلايا بلعمية، وعندنا خلايا تائية مساعدة، وعندنا خلايا تائية قاتلة. ماشي، يبقى أنا كده عندي كام نوع؟ عندي 3 أنواع من الخلايا، فيبقى احنا عندنا 3. طيب 42، نقل الكلية من شخص إلى شخص آخر، فأي الخلية الليمفاوية تعمل في هذه الحالة؟ طيب احنا عندنا دلوقتي اللي اتنقل ده عبارة عن عضو، العضو ده عبارة عن خلايا. طب الخلية بتاعتنا يبقى احنا محتاجين مناعة خلوية هي اللي تقوم بمحاربته. طيب جاي بيقول لي خلايا التقية السامة والخلايا القاتلة الطبيعية. خلايا التقية السامة بدون تنشيط من الخلايا التقية المساعدة، يعني التقية السامة هي اللي هتهاجم خلايا، احنا بنقول دلوقتي كلية يعني خلايا، فبيبقى التقية السامة هي اللي هتقابل مش الخلية القاتلة الطبيعية. تمام، والخلية القاتلة الطبيعية ما بتاخدش تنشيط او بدون تنشيط، ايه بقى احنا هنهاجم كخلية. تمام، فيبقى السامة هي اللي هتهاجم. طيب 42، ايبو والمن يتلقى اشارة من الخلايا البلعمية الكبيرة بوجود جسم غريب في الدم. طبعا عندنا من اللي بيرتبط بها مباشرة، عندنا خلايا التقية المساعدة هي اللي بترتبط في التعرف المزدوج. طيب نيجي بعد كده بالنسبة ل44، استمرار الفعالية المناعية بعد القضاء على الميكروب يكون بسبب نقص، استمرار الفعالية المناعية بعد قضاء الميكروب بيكون بسبب نقص عدد مين؟ نقص عدد الخلايا التقية المساعدة قلت. ماشي، لأن هي طول ما هي موجودة هي بتنشط العملية، فبالتالي لما تقل، ماشي، استمرار الفعالية تاني، استمرار الفعالية المناعية بعد القضاء على الميكروب يكون بسبب نقص عدد، يعني احنا عندنا نقص عدد. يعني المناعة بتاعتنا الميكروب قل، لكن في نفس الوقت ما زالت المناعة لسه شغالة، الميكروب انخفض في الجسم. تمام، لكن ما زال الجهاز المناعي لسه نشط، فيبقى احنا عندنا الخلايا مين اللي ما قامتش بدورها؟ يبقى عندنا الخلايا الكابحة او المثبطة هي اللي ما قامتش بدورها، المساعدة هتنشط. ماشي، بس احنا عايزين، هو لو كان قال بسبب زيادة هقول له المساعدة موجودة. تمام، لكن هو دلوقتي بيقول بسبب ان في خلايا ما هيش موجودة، فبالتالي الجهاز المناعي كان عنده نشط. طيب 45، المواد الكيميائية المتكونة أثناء المناعة الخلطية وأيضا أثناء المناعة. طيب في خطأ في السؤال، مين اللي موجود أثناء المناعة الخلطية وأيضا أثناء المناعة الخلطية، يعني موجود في الاتنين مع بعض. تمام، المناعة الخلطية يبقى احنا عندنا رقم 1 اللي هي الأجسام المضادة. تمام، موجودة أساسي. ماشي، السيتوكينات تشمل الاتنين، السيتوكينات على السيتوكينات هي الانترلوكينات، الاثنين يعني السيتوكين يشمل الانترلوكين من 2 ومن 4. تمام، لكن احنا عايزين مناعة خلطية يبقى احنا محتاجين أجسام مضادة، هنا أجسام مضادة في واحدة بس، يبقى الانترلوكين. تمام، وهي الأجسام المضادة أصلا في انترلوكين رقم 2 دخائي، رقم 4 خاص بالبائية. تمام، انما 2 خاص بالقاتلة مش موجود عندكم.
طب نيجي مع بعض بالنسبة ل 46، استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤال. طبعا عندنا ماشي، ده عندنا خلية تي أفرزت مادة كيميائية، ودي خلية هضمة ميكروب، بس أنا دلوقتي مفيش عندي جزيء عرض هنا، مفيش جزيء عرض. طيب عندي هنا اتعرفت على الأنتيجين، هنا في جزيئات. طب الحبيبات عندنا، ما العملية التي يوضح الشكل؟ العملية التي يوضح عندك الشكل، طيب بيوضح مين؟ تعرف الخلية البائية على الأنتيجين، دي التقية، التقية اللي بتتعرف، ما ينفعش بقية. أنشطة خلية تقية بواسطة خلية بلعمية، بس ما فيش هنا مستقبل، يعني هنا مستقبل التقي وهنا البروتين التوافق النسيجي، تمام، بس ما فيش جزيء البيبتيد. أنشطة الخلية البائية، لا ما عنديش بقية، يعني هي دي بقية مثلا، وبيتم تنشيطها ان هي افرزت الخلايا التائية، افرزت الانترلوكين، يعني ده الاي ال مثلا، فراح عليها، فبالتالي هتبدأ تكون لي اجسام مضادة. تثبيت خلايا بائية، لا يبقى مفيش عند الله جيم بس هي اللي تمشي معايا، طالما افرزت مادة هنا اللي هي الانترلوكين هتروح تنشطها لي. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 47، المنحنى التالي يوضح الاستجابة المناعية عند حقن شخص بانتيجين سين اولا، ثم حقن بعد فترة اضطراب انتيجين سين وانتيجين صاد. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي حقن سين، وهنا في النقطة دي حقن سين وحقن صاد، أي رقم يشير إلى الاستجابة المناعية الأولية ضد الأنتيجين صاد، ماشي الأنتيجين صاد. طبعا عندنا سين وصاد، أنت بتقول هنا حقنت سين وصاد، يعني أنا دلوقتي بتكلم عن 3 و4 بس، عن 3 و4 بس، إنما كده 1 و2 استبعده، ولا ده 1 و2، ده 1 و2، ده 1 وده 2 وده 3 و4. طيب هو جاي دلوقتي بيقول لي اي رقم يشير للاستجابه المناعيه الاوليه ضد الانتيجين صاد، صاد اتحقن هنا، فبالتالي انا استبعدت 1 و3، يبقى 1 و3 بره الموضوع عشان دول في القسم الاول، تمام. طيب نيجي عندنا هنا حقنا سين وصاد، طبعا واحد منهم بقى عندي مناعته اقوى، اللي هو سبق التعرض ليه، هو غالبا اللي هو 3 ده، تمام، سبق التعرض ليه، فكمون له اقسام مضاده بكم كبير، فبالتالي يبقى احنا عندنا اول تعرض بصاد، فيبقى عندنا اللي هو رقم 4 اللي هي الاجابه ده. نيجي مع بعض رقم 48، جاي بيقول لي 7 الرقم غريب، اي شكل بياني مما يلي يعبر عن الاستجابه المناعيه لدى شخص عند تعرضه لنوعين مختلفين من الانتيجينات لاول مره في وقتين مختلفين. عنده كده نوعين من الانتيجينات لاول مره في وقتين مختلفين. طبعا هتلاقي ده برضه عندنا نفس الفكرة، تمام، هنا ميكروب ولكن المناعة كانت أقوى في المرة التانية، هنا ميكروب لكن المناعة أقل في المرة التانية، تمام، هنا ميكروب كانت المناعة في المرة التانية تقريبا زيرو، ماشي، هنا عندنا التعرض الأول كون أجسام مضادة، وبرضه التعرض الأول كون أجسام مضادة، فبالتالي ده اللي هو أفضلهم يعني، تمام، ده بالنسبة للتعرض الأول 48. نيجي مع بعض بالنسبة ل 49، جاي بيقول الرسم المقابل يوضح الاستجابة المناعية عند الإصابة الأولى بالميكروب والإصابة الثانية، فدو ذلك أجب عمال، يعني ده التعرض الأول وده التعرض الثاني، طبعا الكفاءة في التعرض الثاني أقوى من التعرض الأول. الخلايا التي يزداد عددها في الفترة بين باء وجيم، باء وجيم يتزايد عددها، هي خلايا تائية الكابحة، تمام، تائية الكابحة عشان تقلل من دورهم يعني، ممكن المواد التي تزايد عددها في الفترة ألف باء، ألف باء هي الأجسام المضادة، طبعا الأجسام المضادة عندي بتزيد، هو بس أنا غير صحيح، الخلايا التي يتناقص عددها في باء وجيم هي الخلايا البائية البلازمية، بيتناقص عددها، تمام، لا الأجسام المضادة عندنا بدأت تنخفض، الخلايا التي تنشط في الفترة دال واو، دال واو هي الخلايا التائية المساعدة، دال واو عندي خلايا تائية مساعدة، هو بس أنا غير صحيح. طيب ده تعرض تاني، فبالتالي المساعدة بره الموضوع، خلايا المساعدة احنا كده بنعتمد على الذاكرة، لأن هو بيقول كده في التعرض في الإصابة الثانية، ماشي، وده الواو، يبقى احنا كده بنتكلم عن التعرض التاني، فبالتالي التقية المساعدة لا تنشط، احنا بنعتمد فعلا خلايا الذاكرة فقط. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 50، انظر الرسم المقابل ثم اختر، طبعا تعرضين، تعرض أول وتعرض تاني في فترة زمنية في منتصف ما بين التعرض الأول والتاني. أولا في أي فترة زمنية ظاهرة يتم إنتاج الجسم الأجسام المضادة الأولى لمسبب المرض؟ طيب عندنا فترة زمنية 2، ده أول مرة بيتم إنتاج أجسام مضادة، ماشي،
جاي بيقول لي ثانيا فترة زمنية ظاهرة في الرسم يتم الانقسام السريع للخلايا بي. الانقسام السريع عندنا في أي فترة زمنية في الرسم يتم الانقسام السريع للخلايا بي. طبعا عندنا هنا كان انقسام بس معدله بقدر قليل، لكن هنا في الفترة الزمنية رقم 3 هيبقى الانتاج عندنا اكبر ما يمكن، تمام؟ فيبقى احنا عندنا مين؟ الفترة الزمنية اللي هي 3 هيكون الانتاج سريع.